الثالثة بتوقيت القدس الشريف، الظهيرة من الميادين وفيها. الخارجية العراقية تطلب من الرياض استبدال سفيرها الحالي في بغداد، وتتهمه بإطلاق تصريحات تثير الفتنة والانقسام. عشرات القتلى والجرحى في قصف الطائرات والدبابات التركية مناطق في شمال منبج بريف حلب في سوريا. قوات حكومة الوفاق الليبية تعلن انطلاق المرحلة الأخيرة من استعادة سرت، وتدخل المعقلين الأخيرين لداعش. ترامب يتعهد بترحيل المهاجرين غير الشرعيين في حال وصوله إلى البيت الأبيض. في الظهيرة أيضا، مهرجان عالمي لفرق الموسيقى العسكرية في موسكو. مرحبا بكم. طلبت وزارة الخارجية العراقية من الرياض استبدال سفيرها الحالي في بغداد ثامر السبهان. اتهمت الخارجية العراقية السبهان بإطلاق تصريحات تعتبرها تدخلا في الشأن الداخلي العراقي، وتثير الفتنة والانقسام بين أطياف الشعب العراقي ومكوناته. أذا ويستأنف البرلمان العراقي غدا جلسات استجواب وزير المالية هوشيار زيباري بعدما صوت النواب على عدم اقتناعهم بأجوبة الوزير. جلسة يوم السبت شهدت مشادات بين نواب من تكتل دولة القانون ونواب من التحالف الكردي على خلفية استجواب زيباري. وقد دعا رئيس المجلس سليم الجبوري إلى محاسبة أي نائب يعتدي على زميل له. سيناريو واحد من ثلاث خطوات انتهى بوزير الدفاع خارج الفريق الحكومي، وخطى فيه وزير المال العراقي الخطوة الثانية، فاقترب من عتبة سحب الثقة سريعة. أزمة سياسية عراقية انتقلت من عقدة عدم توافق الأفرقاء على التغيير الحكومي بشكل كامل لأسباب الاستحقاق الانتخابي، إلى المبادرة بالضغط على الحكومة ورئيسها تشريعية. الحراك النيابي اكتسب دفعة بعد نجاحه ضد وزير الدفاع، وأكمل نصف خطوة ناجحة صوب وزراء جدد. خطوات سريعة وتغييرات لم توقفها دعوات تنفيذية لتأجيل معارك السياسة لما بعد معارك الميدان، فعبرت من ضفاف السياسة ومرونتها إلى القانون وجفافه. يجب على رئيس الوزراء أن يأتي بالوزراء الثلاث ويتحمل مسؤوليتهم، وعلى مجلس النواب أن يصوت حتى يبدأ باستجواب ومتابعة ومراقبة عمل الوزارات التي قام باستبدالها. قائمة الاستجواب بلا مكابح سياسية، فإن انتقلت من الفريق الوزاري نزولا إلى رؤساء الهيئات المستقلة أعضاء في الائتلاف الحاكم، لم يستبعد انتقالها صعودا إلى استجواب رئيس الوزراء حيدر العبادي إن لم يكونوا أصلا هم من ينسق للحراك، فيما ائتلاف دولة القانون يرى الأجواء مناسبة لعملية شغل المقاعد الوزارية بأسماء جديدة. الأخ رئيس الوزراء سيأتي بثلاث مرشحين ويطرحهم على قبة البرلمان، وستصوت الكتل لمرشحيها. إذن هي عودة لترتيب الصفوف بين مجلس النواب والحكومة، ترتيب للأدوار لا يخلو من لمسة سياسية. بينما يعوض العبادي مقاعد حكومته الشاغرة بتقديم وزراء من التكنوقراط، يستعجل برلمانيون بين هدف قانوني وتوظيف سياسي يؤمنه الغطاء التشريعي لإفراغ حكومته مما تبقى من وزرائها، وبين قائل أنه قد يكون السيناريو الأفضل الذي ينطلق من بيت الشعب لإعانة الرجل على تعديله الوزاري. لكن العبادي لا يريد لكرة الثلج أن تكبر دون سيطرة على حجمها ومسارها، لأنه عند ذاك سيكون الهدف المقبل. عبد الله بدران، بغداد، الميادين. يبقى معنا مراسل الميادين عبد الله بدران منضما إلينا عبر الهاتف من العاصمة العراقية بغداد. عبد الله، أسألك عن طلب الخارجية العراقية من نظيرتها استبدال السفير السعودي في العراق. لطالما كان السفير السعودي قد أطلق تصريحات اعتبرت على أنها محل استهجان في العراق. ما الذي أوصل الأمر إلى طلب الخارجية استبداله؟ نعم رامي، السفير السعودي ثامر السبهان منذ أن كلف بمهامه وكان قد أثار يعني جوا من الجدل بجهة تعليقات سياسية تخص العملية السياسية في العراق،
استخدم مفردات تشير لمكونات عراقية مهمشة ويشير بوضوح إلى السنة، يتحدث عن التنسيق الكردي بين بغداد وأربيل. كل ذلك وجدت فيه الخارجية العراقية أسباب لأن تطلب من السفير السعودي في العراق أن يلتزم بالأعراف الدبلوماسية وأن يكمل مهامه. بعد ذلك كان الحديث أكثر وضوحا وفي من أعلى قمة، وهو رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، عندما وجد بتصريح واضح وصريح أن السفير السعودي في العراق يتجاوز الخطوط الدبلوماسية ولا يمارس مهامه الموكلة إليه، وإنما يكتفي بخلق جو شاحن بين مكونات الشعب العراقي. طبعا القشة التي قسمت ظهر البعير هو إعلان السفير السعودي وحديثه الصحفي الذي كان قد أدلى به متهما فصائل الحشد الشعبي بأنها كانت تخطط لاغتياله في العاصمة العراقية بغداد، وأنه اضطر لأن يستعين بمواكبة أمنية من رئاسة الوزراء العراقية من أجل أن يصل إلى مطار بغداد الدولي، بعد أن زعم أنه طلب طائرة مروحية لنقله من مقر السفارة إلى مطار بغداد ورفض هذا الطلب. السفير سامر السبهان بعد هذا التصريح وبعد أن كذبت وزارة الخارجية العراقية ببيان رسمي هذا الموقف، كانت قد وجهت إلى نظيرتها السعودية باستبداله. وهنا عبد الله، هل هناك أي رد أو معطيات أو معلومات عن رد من الخارجية السعودية، أو هل هناك أي مؤشرات أو ربما ما يدور في الدوائر السياسية والإعلامية أن يتفاعل الأمر ليصل إلى حد أزمة دبلوماسية مجددا بين البلدين؟ طبعا المقربون من الدوائر الدبلوماسية وفق ما أفادوا به الميادين رامية فإنه ربما لن يكون سهلا استبدال السفير السعودي، وربما السعودية لن تقدم بديلا سريعا عن السفهان، خصوصا وأن هناك حلفاء محليين في الداخل العراقي وجدوا بأن السفهان لم يرتكب ولم يتجاوز الخطوط الحمراء، وبالتالي يجب أن يمنح فرصة أخرى لا أن تطالب الخارجية العراقية باستبداله. هذا هو الجو الذي يؤيد بقاء السفير السفهان. من ضمن الملفات الأخرى طبعا رامية التي أثيرت، وهي ملفات ثانوية ربما، لكن من ضمن الملفات التي أثيرت ضد السفير السفهان أنه طلب منح يعني تأشيرات الدخول للحج من السفارة السعودية الموجودة في الأردن، وبالتالي وجدت الخارجية العراقية وحتى لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي أن السفارة السعودية بالفعل هي لا تؤدي مهامها، بدليل أبسط المهام منح تأشيرات الدخول لأراضي المملكة هي من خارج العراق، وبالتالي السفير السعودي متفرغ لأعمال أخرى غير الأعمال الدبلوماسية وفق رؤية الخارجية العراقية. طيب بشكل سريع، إذا ما عرجنا على جلسة البرلمان التي يفترض أن تنعقد غدا لاستجواب وزير المالية هوشيار زيباري، ما هي الأجواء ما قبل هذه الجلسة غدا؟ طبعا رامية الأجواء متجهة نحو موضوع وضع بند في جدول أعمال مجلس النواب العراقي له علاقة بسحب الثقة من وزير المال هوشيار زيباري، لأن سيناريو الاستجوابات الذي حصل هو ثلاث خطوات كما ذكر في التقرير: الأولى استجواب الوزير، والثانية هي التصويت على قناعة البرلمان بأجوبته، والثالثة هي بند يعني سحب الثقة من الوزير، وهو ما حصل مع وزير الدفاع خالد العبيدي. العبيدي مر بهذه الخطوات الثلاث، هوشيار زيباري مر بخطوتين. إن توافقت الكتل السياسية على تثبيت بند سحب الثقة من وزير المال العراقي في جلسة يوم غد، فهناك تداعيات أخرى لها علاقة بالتنسيق ما بين بغداد وأربيل، ولها علاقة ما بين ما اعتبروه الكرد تهميشا واستهدافا لهم كمكون وفق تعبير ممثلين في البرلمان، وهو ما أدى للعراق وأشجار بين عدد من ممثلي التحالف الوطني والتحالف الكردستاني. كل الشكر لك عبد الله بدران مراسل الميادين على مروحة المعلومات والمعطيات التي وفيتنا بها عبر الهاتف من العاصمة العراقية بغداد. أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي انتهاء عمليات الخالدية بعد تحريرها بالكامل من تنظيم داعش. العبادي أكد أن تحرير الخالدية يضاف إلى سلسلة الانتصارات الكبيرة هذا العام، مؤكدا أنها تحققت بجهود مختلف التشكيلات العسكرية وبمساعدة أهالي الخالدية. في غضون ذلك يواصل أهالي الجيار احتفالاتهم بتحرير الناحية من تنظيم داعش. على وقع الهتافات يعيش أهالي بلدة القيارة هذه الأيام فرحة تحرير بلدتهم التي تبعد نحو 60 كيلومترا جنوب الموصل من سيطرة تنظيم داعش، حدث انتظروه طويلا.
والله داعش ما يمثل الدين ولا يمثل أي فئة من الناس، ولوا الأدبار، أهلكوا الحرث والنسل وخربوا الدور وخربوا العباد وخربوا الأنفس، فنسأل الله أنه غمة وزاحت. هذه الفرحة لم تنسي الناس معاناة أهالي الموصل، آخر معاقل داعش في العراق، فالمدينة لم تزل تحت سيطرة الإرهابيين ويتعرض أهلها لشتى صنوف الظلم والقهر. أتمنى من القوات الأمنية أن تصل الموصل وتحرر لنا الموصل بأسرع وقت ممكن، لأن أهل الموصل خطية شافوا ضيم يعني بشكل. القوات الأمنية العراقية أنجزت تحرير القيارة في وقت قياسي لم يتجاوز يومين، عملت بعده فرق الهندسة العسكرية على تنظيف البلدة من العبوات الناسفة التي زرعها مسلحو داعش لمنع تقدم القوات العراقية، وهي اليوم بانتظار عودة سكانها إليها بعد تأمين مقومات الحياة لهم. نحاول نسهل تقديم الخدمات لهذه القيارة، نطلب من عندهم التعاون إن شاء الله، شوية صبر خلال الأيام المقبلة راح ترجع الحياة الطبيعية بمدينة القيارة. سيطرة داعش تنكمش في العراق، العراقيون جيشا وحكومة وشعبا قرروا أن يطردوا من أرض الرافدين كل أثر لهذا التنظيم الإرهابي الذي باغت العالم من قبل نحو عامين باحتلال الموصل ثاني أكبر مدن العراق، محاولا إعادتها إلى عصور الظلام. عراقيا أيضا أكد الأمين العام لحركة النجباء العراقية الشيخ أكرم الكعبي أن تركيا متوهمة بالتدخل في العراق وسوريا، ووصف ما يحدث في جرابلس بالاحتلال الصريح. كذلك يمثلون مشاريع توسعية، وما يحدث في منطقة جرابلس في حلب في ريف حلب من احتلال تركي واضح وصريح، وبواجهة لبعض المجاميع المرتبطة مخابراتيا بتركيا، هو نفسه ما حصل في الموصل من احتلال تركي ودخول قوات تركية إلى بعض مناطق الموصل. طبعا الأتراك متوهمين، يعني حقيقة يعتبرون أنهم متوهمين في هذا التدخل سواء كان في العراق وفي سوريا، ويقينا سيكون ردنا عليهم على قواتهم في العراق قريبا بعد تحرير الموصل موجعا. وأشار الكعبي إلى أن الحشد قادر على تحرير الموصل وحده، مشيرا إلى أن انتصارات المقاومة في العراق أسقطت الرهانات حول ضرورة الوجود الأمريكي. على رغم المضايقات لفصائل المقاومة والحشد الشعبي من قبل قوى خارجية ودول عربية وكذلك دواعي السياسة، حققنا الانتصارات بفترات قياسية، والآن نحن نقترب من الموصل الذي يعتبر آخر معقل من معاقل تنظيم داعش. اليوم نحن نرى أن المجاميع التكفيرية بعناوينها المختلفة ومن يقف خلفها هو الغرب بقيادة أمريكا، ويقومون بإدارتها من خلال دول إسلامية مثل السعودية وقطر وتركيا لتنفذ أجندات معينة للاستعمار الغربي. إلى سوريا، حيث كشف مصدر كردي مطلع للميادين أن واشنطن تزود قوات سوريا الديمقراطية بالسلاح والعتاد في حربها ضد القوات المدعومة من تركيا. هذا وقد أدى قصف الطائرات والدبابات التركية مناطق في شمال منبج بريف حلب الشمالي صباح اليوم، أدى إلى مقتل أكثر من 30 مدنيا وجرح العشرات وفق ما أعلن المرصد السوري المعارض ومصادر كردية. من جهته أعلن الجيش التركي مقتل 25 مسلحا كرديا في ضربات جوية تركية في شمال سوريا. إلى هذا، كشف زعيم جماعة السلطان مراد المنضوية ضمن المجموعات المسلحة المدعومة من تركيا أن هدف هذه القوات هو انتزاع السيطرة على مدينة منبج من تحالف قوات سوريا الديمقراطية. وفق العقيد المنشق أحمد عثمان، فإن قواته تتقدم باتجاه منبج حيث حصنت قوات سوريا الديمقراطية مواقعها، مرجحا السيطرة عليها في غضون وقت قصير. هذا وقد أفاد مراسل الميادين في حلب بموافقة الجبهة الشامية على إبرام اتفاق تهدئة ل48 ساعة في حلب. الجبهة وافقت أيضا على إدخال مساعدات إنسانية إلى الأحياء الشرقية للمدينة، كما اشترطت الجبهة وقفا كاملا للعمليات العسكرية على كامل الجبهات وليس فقط على محاور دخول المساعدات. أما من جهة الحكومة السورية، فقد أعربت عن استعدادها للتعاون على إدخال المساعدات سواء كانت عبر الأحياء الشرقية أو الغربية، كما أعلنت عن استعدادها استقبال المدنيين عبر معابر محددة، إضافة لتحديد معبر للمسلحين لمن يرغب في تسوية وضعه.
من حلب ينضم إلينا زميل مجد ليلى. مجد، أبدأ معك بالسؤال، أين وصل المقاتلون الذين يقاتلون تحت الرعاية والحماية التركية بعد دخولهم وسيطرتهم على منبج؟ كيف يتم الاشتباك وفي أي المحاور؟ نعم رامي، محاور الاشتباك الأساسية في ريف جرابلس هي الجهة الجنوبية من جرابلس تحديدا. يعني في آخر خبر من هذه الجبهة أن مجموعات الجيش الحر المدعومة تركيا كانت قد سيطرت على قريتي الخربة والحجاج، هذه القرى الواقعة إلى الجنوب من مدينة جرابلس في الريف الشمالي الشرقي لمدينة حلب. طبعا كل هذه الاشتباكات تأتي تحت تغطية مدفعية وتغطية جوية تركية في هذه المنطقة. يعني بعض المصادر المحلية قالت بأن أكثر من 50 شهيد وجريح من سكان بلدة العمارنة قضوا في القصف الجوي التركي، هذا القصف الذي استهدف مواقع لسوريا لقوات سوريا الديمقراطية. إلا أن يعني القصف المؤكد الموجود من داخل هذه المصادر أنه استهدف منازل المدنيين، كما استهدف يعني منازل المدنيين في داخل بلدة جرابلس في الريف الشمالي الشرقي لمدينة حلب. الآن العمليات تتجه بشكل أساسي باتجاه الجنوب من جرابلس على محاذاة الضفة الغربية لنهر الفرات، أي باتجاه مدينة منبج. نستطيع القول الآن أن مدينة جرابلس ومدينة منبج هي جبهة واحدة تمتد على طول شريط نهر الفرات وعلى الضفة الغربية لنهر الفرات تحديدا. نعم. خصوصا أن مجموعات الجيش الحر وقيادات مجموعات الجيش الحر هناك في تلك المنطقة أعلنوا عن نيتهم يعني مواصلة القتال ضد مجموعات سوريا الديمقراطية وقوات سوريا الديمقراطية التابعة لوحدات حماية الشعب الكردي. طيب مجد، وهنا يقودنا إلى منبج، ما حقيقة الوضع هناك وحجم التواجد لقوات سوريا الديمقراطية؟ لأنه تضاربت الأنباء بين انسحاب أو انسحاب بعض من مقاتليها من منبج. نعم رامي، حقيقة في بداية إعلان عملية درع الفرات المدعومة تركيا كانت الوحدات الكردية قد أعلنت عن إنهاء مهمتها العسكرية داخل مدينة منبج وأنها ستخلي مقرها العسكرية من مدينة منبج باتجاه الضفة الشرقية لنهر الفرات وستعود إلى مواقعها على شرق الفرات. لأن يعني الإعلان الأخير لمجلس من جرابلس العسكري المدعوم أو عفوا التابع لقوات سوريا الديمقراطية كان قد أعلن أنهم على استعداد كامل لمواجهة مجموعات الجيش الحر المدعومة تركيا وأنها يعني ترفض هذا الفكر الجهادي الذي تحمله هذه المجموعات. من هذا التصريح بقيت المجموعات وقوات سوريا الديمقراطية داخل مدينة منبج، لم تعبر كل هذه المجموعات الفرات ولم تنهي مهمتها العسكرية هناك، مما أدى يعني إلى تمدد المواجهات باتجاه الغرب من جرابلس وباتجاه أيضا الجنوب من جرابلس لتصبح يعني جبهة منبج وجرابلس هي جبهة واحدة ومتصلة بين مجموعات الجيش الحر المدعومة تركيا وبين مجموعات وقوات سوريا الديمقراطية الكردية في المنطقة. الدعم التركي لم يقتصر على هذا الشكل، وإنما أيضا هناك غارات أيضا تركية استهدفت جبل كوسا ومغارف ريصات، ونتحدث عن عدد كبير من المدنيين سقطوا بهذه الغارات. هل هناك من معطيات جديدة؟ نعم رامي، يعني كانت أعنف هذه الغارات على بلدة العمارنة الواقعة إلى الجنوب من مدينة جرابلس. هذه الغارات التركية استهدفت بشكل أساسي منازل المدنيين في هذه البلدة. هؤلاء يعني قضوا في القصف التركي التمهيدي لمجموعات الجيش الحر التي تحاول التقدم والسيطرة والتمدد باتجاه جنوب مدينة جرابلس باتجاه مدينة منبج. يعني كل هذه المنطقة وكل الشريط الغربي لنهر الفرات هو يعني مكون عربي كردي، كل هذه المناطق هي مناطق مأهولة بالسكان ومناطق يعني تسكنها غالبية عربية بالإضافة إلى مكون كردي موجود. نحن نتحدث عندما نقول عن مدينة جرابلس فهي يعني تضم 90% من المكون العربي بينما تضم 10% من المكون الكردي. هذا القصف يعني يستهدف بشكل أساسي النقاط التي تتواجد بها قوات سوريا الديمقراطية داخل منازل المدنيين وداخل الأحياء المأهولة بالسكان، مما يؤدي يعني بطبيعة الحال إلى ذهاب ضحايا بشكل أساسي. نعم. وهذا ما حصل فجر اليوم في بلدة العمارنة إلى الجنوب من مدينة جرابلس. أيضا داخل مدينة جرابلس عند بداية العملية وداخل قرية الحلوانية أيضا كانت منازل المدنيين هدف أساسي للقصف التركي المدفعي أو الجوي الذي مهد لتقدم مجموعات الجيش الحر انطلاقا من الأراضي التركية. بشكل سريع مجد، نحن نتحدث عن اتفاق تهدئة وافقت عليه الجبهة الشامية في لمدة 48 ساعة في حلب، متى يدخل حيز التنفيذ أم أنه يحتاج
أيضا لأن يشمل باقي من يقاتل أيضا في حلب. نعم رامي، عندما نتحدث عن المجموعات العسكرية الموجودة أو المجموعات المسلحة الموجودة في الأحياء الشرقية لمدينة حلب، علينا أن نذكر بشكل أساسي أن المعابر الفاصلة بين الأحياء الشرقية والأحياء الغربية لمدينة حلب تسيطر عليها بشكل أساسي جبهة النصرة وحركة نور الدين الزنكي، أي أن الجبهة الشامية وتصريح الجبهة الشامية عن موافقتها على الهدنة يعني هو تحصيل حاصل لا مكان له من التطبيق دون موافقة جبهة النصرة وحركة نور الدين الزنكي، خصوصا أن هذه المساعدات التي من يعني إذا ما دخل ستدخل عبر هذه المعابر الفاصلة بين المناطق الشرقية والأحياء الغربية لمدينة حلب من أينما دخلت، سواء دخلت من الكاستيلو أو من مدخل الراموسة، ستعبر هذه المعابر التي هي تحت إدارة جبهة النصرة وقوات سوريا الديمقراطية أو عفوا حركة نور الدين الزنكي. طبعا يعني رامية، الحكومة السورية في بداية العملية الإنسانية عندما أكملت الطوق حول الأحياء الشرقية من المحور الشمالي الغربي لحلب كانت قد حددت عدد من المعابر لعبور المدنيين، إلا أن مجموعات جبهة النصرة وحركة نور الدين الزنكي كانت قد منعت المدنيين من العبور والانتقال للأحياء الغربية الآمنة التي عبر المعابر التي حددتها الحكومة السورية. كل الشكر لك مجد ليلى على كل ما وفيتنا به من معلومات ومعطيات مباشرة من مدينة حلب. سقطت 4 صواريخ على مطار ديار بكر في جنوب شرق تركيا من دون وقوع ضحايا. وسائل إعلام تركية أفادت بأن مسلحي حزب العمال الكردستاني شنوا هجمات صاروخية على نقطة تفتيش تابعة لشرطة المطار. وفيما أكد والي المدينة أن الهجوم لم يؤدي إلى سقوط ضحايا ولم يؤثر في سير الرحلات الجوية. قال موقع صحيفة حريات أن حركة الملاحة توقفت بعض الوقت. أصيب عنصران من قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بانفجار عبوة ناسفة في مديرية المنصورة شمالية محافظة عدن جنوب اليمن، فيما اندلعت مواجهة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين قوات الرئيس هادي وعناصر من تنظيم القاعدة في منطقة المحفد شرقية محافظة أبيان. تجددت المواجهات العنيفة بين قوات الجيش واللجان الشعبية من جهة وقوات الرئيس هادي المسنودة بالتحالف السعودي من جهة أخرى في مديرية نهم بحسب ما أفاد مصدر محلي للميادين. الجيش واللجان أحبطوا هجوما واسعا لقوات هادي باتجاه منطقة المدفون، دمروا خلالها آليتين عسكريتين، فيما واصلت طائرات التحالف السعودي شن غاراتها على مناطق المدفون والمجوحة شمالية مديرية نهم عند الأطراف الشمالية الشرقية للعاصمة صنعاء. اشتباكات عنيفة شهدتها محافظة تعز بين طرفي النزاع في منطقة الزنوج وشارع الأربعين شمالية غرب المحافظة. المواجهات امتدت إلى جبل الضعيف في مديرية الشمايتن المحاذية لمديرية الوازعية جنوبية غرب المحافظة، في حين شنت مقاتلات التحالف السعودي سلسلة غارات جوية على مديرية ذباب الساحلية غرب تعز. في صعدة شنت القوات السعودية قصفا صاروخيا ومدفعيا متقطعا على مديرية رازح الحدودية غربية المحافظة، فيما استهدفت طائرات التحالف ب10 غارات جوية منطقة مندبة في مديرية باقم الحدودية غربية صعدة. عند الحدود اليمنية السعودية استهدفت القوات الصاروخية للجيش واللجان تجمعات الجنود السعوديين في مواقع المنتزه والبحطيط والشبكة في جيزان بعدد من صواريخ الكاتيوشا، كما استهدفت عدة مواقع في نجران السعودية. في المقابل شنت طائرات التحالف السعودي سلسلة غارات على مديرية حرد الحدودية في محافظة حجة غرب اليمن. للمزيد ينضم إلينا من العاصمة اليمنية صنعاء مراسل الميادين أحمد زبيبة. أحمد، هل لك أن تضعنا في آخر المعطيات في الميدان اليمني؟ نعم رامية، إلى هذه اللحظة والقصف الصاروخي والمدفعي على امتداد الشريط الحدودي من حرب وميدي حتى الملاحيض بصعدة شمال اليمن، حرض وميدي بحجة غرب اليمن، هناك تبادل للقصف الصاروخي والمدفعي بين القوات السعودية من جهة وقوات الجيش واللجان الشعبية من جهة أخرى، وأيضا مع غارات جوية تشنها طائرات التحالف السعودي استهدفت منطقة كتاف الحدودية بمحافظة صعدة شمال اليمن، بالإضافة إلى غارات جوية استهدفت مديرية حرض بمحافظة حجة غرب اليمن.
هذه المواجهات هي تمتد حتى داخل العمق السعودي وتحديدا في نجران. هناك عمليات مستمرة للجيش واللجان الشعبية باستهداف تجمعات لقوات سعودية، ولا سيما بعد التقدم إلى حتى المناطق الغربية وحتى الإشراف على أصبحت مشرفة على مدينة نجران قوات الجيش واللجان الشعبية. ما يتعلق أيضا بالداخل اليمني، هناك أيضا استمرار للمواجهات وفق ما تحدث به مصدر عسكري للميادين، وتحديدا في منطقة المدفون والمجاوحة في مديرية نهم شمال شرق العاصمة صنعاء، على وقع أيضا غارات جوية تركزت على منطقة المدفون والمجاوحة في محاولة للتحالف السعودي بإسناد قوات الرئيس هادي على الأرض. المحاولات أيضا مستمرة من قبل قوات هادي على الزحف والتقدم في منطقتي المجاوحة و المدفون أسفل فرضت نهم، ولكن المعلومات تؤكد أن هذه المحاولات باءت بالفشل وفق ما أكدته مصادر عسكرية للميادين. طيب بالأمس زبيبة كان هناك تجديد على العاصمة صنعاء بالغارات، هل لنا أن نتحدث عن أبرز ما حصدته هذه الغارات تحديدا في العاصمة، وهل اختلف المشهد اليوم؟ نعم، الاختلاف هو بالتحليق المكثف لطائرات التحالف السعودي في سماء العاصمة صنعاء، بالإضافة إلى تركيز هذه الغارات على مداخل العاصمة. هناك أيضا الغارات تركزت على المناطق الشرقية وأيضا الغربية من منطقة بني مطر غرب العاصمة صنعاء، بالإضافة إلى غارات تركزت على معسكر الفرقة الأولى مدرع سابقا، التي تركز أيضا عليها غارات طائرات التحالف السعودي. نلاحظ أنها تركز على نفس المواقع التي تستهدفها بشكل يومي في العاصمة صنعاء. أشكرك جزيل شكر أحمد زبيبة مراسل الميادين، كنت معنا من العاصمة صنعاء، ومستمرون بتقديم الظهيرة فيها أيضا ولكن بعد الفاصل. الرئيس الفنزويلي يؤكد أن إيران قوة للسلام والاستقرار. مرحبا بكم من جديد في الظهيرة من الميادين. دخلت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية المعقلين الأخيرين لتنظيم داعش في سرت. متحدث باسم القوات أعلن انطلاق المرحلة الأخيرة من عملية استعادة المدينة الساحلية، وأن نحو 1000 مقاتل من قوات الحكومة يشاركون في هذا الهجوم، فيما ذكر المركز الإعلامي لعملية البنيان المرصوص أن دخول معاقل تنظيم داعش يأتي بعد ليلة من الغارات الجوية الأمريكية على هذه المعاقل. المواجهات في سيرت الليبية مستمرة بين القوات العسكرية التابعة لحكومة الوفاق الوطني وعناصر داعش، بعد أن نجحت تلك القوات في حصار مقاتلي التنظيم في منطقة ضيقة، فيما رد التنظيم بتنفيذ عدد كبير من العمليات الانتحارية بهدف فتح ممرات لهرب مقاتليه، لكن محاولاته باءت بالفشل. فحكومة الوفاق أعلنت رفع درجة التأهب في حقل الشرارة النفطي والمنطقة الجنوبية بأكملها تحسبا لتسلل مسلحي داعش، في الوقت الذي تستمر فيه عملية بنيان المرصوص لاستعادة سرت عبر 3 محاور. وبحسب ناطق عسكري فإن داعش تكبد خسائر فادحة في العتاد والأرواح، فيما تجاوز عدد القتلى والجرحى 2500. تم تحرير هذه المنطقة، والآن ما بقى للدواعش إلا الحي السكني رقم 1 و3، وهذا ما تحصن به باقي بقاياهم يعني. والآن التقدم يعني مستمر، والعد التنازلي لمعركة الحسم قد بدأ. أما في بنغازي فتتواصل المعارك بين الجيش بقيادة اللواء خليفة حفتر والجماعات المسلحة، وبحسب ناطق عسكري فإن الجيش يتقدم في مناطق عديدة بعدما سيطر على مصيفي الياسمين والمعلمين. في المقابل قال مركز السرايا التابع لمجلس شورى ثوار بنغازي إن طائرات شنت غارات على أهداف في المدينة بالتزامن مع قصف بالقذائف لقوات حفتر. سياسيا فتحدث من القاهرة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر عن تطورات مهمة بشأن المفاوضات بين الأطراف المتصارعة في ليبيا.
أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن إيران قوة للسلام والاستقرار على عكس الدول التي توظف قدراتها للحرب والنزاع والقتل ونهب ثروات الشعوب الأخرى. موقف مادورو أتى في خلال استقباله وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في كاراكاس في ختام جولته على عدد من دول أمريكا اللاتينية. ظريف أشار إلى أن إيران وفنزويلا قاومتا الضغوط الدولية لسنوات، هذا وقد تم خلال الزيارة التوقيع على عدد من الاتفاقيات المشتركة. أستطيع القول أن لدينا أخبارا جيدة حول توافق جديد لاستقرار السوق وإنعاش أسعار النفط. تحدثنا مع وزراء النفط وخارجية فنزويلا لاستكمال الجهود والإعلانات الأسبوع المقبل. نستمر في بناء أرضية مشتركة وتوافق جديد حول استقرار أسواق النفط وتقوية هذه الصناعة وتعزيز أوبك ما يقرب الحلفاء في البلاد المنتجة. الاتفاق بين البنكين المركزيين هو طريق لتمتين العلاقات الجيدة بيننا. أنا متأكد أن الاتفاقات التي وقعناها سوف توسع وتعمق علاقات بلدينا في مجالات متعددة. اتهم المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون بالسعي إلى فتح الحدود أمام اللاجئين السوريين. وفي كلمة ألقاها أمام مناصريه في ولاية أيوا، تعهد ترامب تجديد سياسات الولايات المتحدة تجاه المهاجرين غير الشرعيين مهددا بترحيل الآلاف منهم. في اليوم الأول سأقوم بترحيل المهاجرين المجرمين غير الشرعيين من هذا البلد، بمن فيهم مئات الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين الذين أدخلوا إلى الولايات المتحدة في عهد أوباما وكلينتون. وسنقوم ببناء جدار كبير عند الحدود لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين، وسنقوم بإنشاء نظام الدخول والخروج لكشف أولئك الذين تنتهي مدة إقامتهم، وإذا لم نقم بذلك فستكون لدينا حدود مفتوحة ولا شيء غير الجريمة، وذلك سوف ينتهي. وقرب البيت الأبيض نصبت خيمة اعتصام منذ أكثر من 30 عاما للاحتجاج على قتل الإسرائيليين للفلسطينيين وحيازتهم أسلحة نووية يهددون بها دول الجوار. نحن هنا في شارع بنسلفانيا في قلب العاصمة الأمريكية واشنطن، تشاهدون البيت الأبيض خلفي. سنقوم بجولة قصيرة لكن ليس داخل منزل الرئيس الأمريكي، وإنما إلى أقرب جار له والذي يقع في الشارع ذاته. فعبر هذا الشارع نصبت هذه الخيمة البيضاء المتواضعة، حيث يقف نيل كازنز ناشط السلام جنبا إلى جنب مع مجموعة صور وشعارات تهاجم السياسة الخارجية للولايات المتحدة وأخرى تحمل تأييدا لفلسطين ولحقوقها المشروعة والمناهضة لانتهاكات إسرائيل ولحيازتها الأسلحة النووية التي تهدد بها دول المنطقة. نريد السلام للجميع ولكل الفئات، لكن الذين يروجون للحروب ماضون في مساعيهم بهدف الربح. لدينا هنا في أمريكا CIA وهم يجوبون العالم لافتعال الحروب ولتحقيق مكاسب مادية وترويج منتجاتهم العسكرية. أمام الخيمة تعود زوار البيت الأبيض من السياح خاصة رؤية نيل وزملائه، سرعان ما يتجاذبون معه أطراف الحديث بشأن جملة قضايا بطابع إنساني، قضايا لطالما ظلت حاضرة في هذه الخيمة لأكثر من 3 عقود ونيف، صمدت خلالها أمام محاولات إزالتها اليومية. كلما جئت إلى البيت الأبيض أقوم بزيارة هذه الخيمة، شيء جديد أن نرى من يحمل فكرا ورأيا مختلفا عن سياسات الحكومة. الشرطة تطالب الزوار بالتوقف هنا بشكل ملاصق للخيمة عند إخلاء الشارع، كما يقومون في أحيان أخرى بركن شاحنات توجه عوادم دخانها نحونا لمضايقتنا. هو أطول احتجاج مستمر في تاريخ الولايات المتحدة المتمثل بهذه الخيمة البلاستيكية التي أضحت جزءا من مشهد البيت الأبيض. بدأت لدعم السلام عام 81 من القرن الماضي لتتطور معها الشعارات وتتنوع أساليبها حتى وصلت إلى هذا الحجر الذي طلي بألوان العلم الفلسطيني في رمزية ترفض ممارسات إسرائيل المستمرة في هدم منازل الفلسطينيين. محمد كريم، واشنطن، الميادين. بعدما قدمت إسرائيل معظم أراضي الفلسطينيين في القدس المحتلة تتحول إلى السيطرة إلى فضاء المدينة من خلال مخطط تل فريك فوق أكثر الأماكن حساسية. هنا محمد.
مشهد المدينة المقدسة من هذه الزاوية هو الأشهر. هنا ستقام إحدى محطات التلفريك الخمس التي ستغير وجه المدينة الجمالي التاريخي والسياسي بشكل صارخ. كل من سيستقل التلفريك سيعرف تماما من هو صاحب البيت هنا، يؤكد نير بركات رئيس بلدية القدس ضمن جولة لأعضاء في حزب الليكود. أولا سيصعد إلى جبل الزيتون ذا الرمزية الاستثنائية والذي من فوقه صعد السيد المسيح عليه السلام إلى السماء، ثم سيهبط فوق الكنيسة الجثمانية، ثم سيأتي إلى باب الأصباط وله مكانة خاصة لأنه محاذي تماما إلى المسجد الأقصى المبارك، ثم سيستدير معطول الجدار الشرقي للمسجد الأقصى المبارك فوق القصور الأموية وسيهبط هناك في المحطة الثالثة، ثم سيهبط إلى أراضي سلوان في منطقة تاريخية وحساسة جدا ونسيج معماري في منتهى الحساسية. محطتان ستكونان في سلوان جنوبي البلدة القديمة والمسجد الأقصى، كلتاهما جزء من مشروع تهويدي واستيطاني أوسع تتشابك بتنفيذه أذرع عديدة وعلى رأسها جمعية إلعاد الاستيطانية التي تهدف إلى تحويل سلوان إلى ما تطلق عليه مدينة داود لتثبت زعم الروايات الدينية والتاريخية الصهيونية. الجمعية نجحت في جلب أكثر من 500 مستوطن للعيش في سلوان. تزوير فضاء هذه المنطقة بعد أن قطع الاحتلال شوط كبير في تزوير تحت الأرض والأنفاق وكذلك الاستيلاء على كثير من المنازل، لن نستطيع الانتفاع واستخدام أسطح منازلنا، سنمنع حتى يمكن من التواجد على هذه الأسطح، نمنع من البناء عليها، كذلك كثير من الأراضي الفارغة التي ستكون محطات لهذه القطار، سيتم الاستيلاء والمصادرة الأراضي. المشروع ما زال قيد التنفيذ وتحت لواء المحافظة على البيئة وتوسيع شبكة المواصلات العامة وجلب السياحة تروج إسرائيل لهذا التلفريك، فيما الواقع أنه إحكام لقبضة الاحتلال على القدس الشرقية، هذه المرة من السماء. هناء محميد، القدس المحتلة، الميادين. نصف الألمان لا يرغبون في تولي أنجيلا ميركل منصب المستشارة لولاية جديدة في مقابل 42% يؤيدون إعادة توليها منصبها. هذا ما جاء في نتائج استطلاع أجرته صحيفة بيلد أم زونتاغ الألمانية. يأتي ذلك في الوقت الذي لم تعلن فيه ميركل بعد ما إذا كانت ستسعى إلى تولي المنصب بفترة أخرى أم لا. المستشارة الألمانية انتخبت في العام 2005 وترأس حاليا الائتلاف الحاكم. أصيب كاهن بجروح بسبب هجوم بسكين في كنيسة كاثوليكية في مدينة ميدان الأندونيسية أثناء قداس الأحد، وتحقق الشرطة الأندونيسية في ملابسات الهجوم، أقامت بتفتيش الحقيبة التي كان يحملها المهاجم لمعرفة ما إذا كانت تحوي على متفجرات. عاد معرض الكتاب الدولي إلى الحياة بعد انقطاع دام 5 سنوات. المعرض الذي افتتحت الدكتورة نجاح العطار نائب رئيس الجمهورية السورية دورته 28 مثل رسالة مهمة تؤكد تمسك السوريين بالثقافة والكتاب في مواجهة الحرب والتدمير. محمد الخضر. احتفالية بالكتاب العربي بدمشق بعد غياب فرضه اقتراب المعارك من مدينة المعارض في يوميات الحرب. الدورة 28 عادت إلى مبنى مكتبة الأسد. عشرات الأجنحة ضمت 75 دار نشر محلية وعربية. مشاركة تنفض غبار الحرب عن طقس الاحتفال بالكتاب. كتبت الأسد هذا العام أن تتجه إلى فكرة النوع وأن لا نتجه إلى الكم، لذلك كانت الفعاليات فعاليات نوعية متميزة تسعى إلى إرضاء ذوق الشارع السوري من خلال الكتب والإصدارات الحديثة التي يتداولها الآن المثقفون والكتاب. عناوين تعيد القلق إلى ثقافة الحياة ورواد غابوا سنوات وأبهرتهم عودة طقس سنوي ارتبط غيابه بأيام قاسية على مدينة الياسمين. جولات بين الكتب لاستعادة أيام يتمنون عودتها. هلأ جايين نشوف إن شاء الله يستمر يترجع مثل كان مكتب الأسد سابقا، كل سنة في معرض دائم سواء كان الناحية الأدبية، النواحي العلمية الثانية، النواحي الهندسية، يعني على جميع الأصعدة، في للأطفال كتب تاريخية ثقافية متنوعة يعني من كل بكل المجالات. وشفت كتب ومجلات كتير حلوة ومفيدة وعن الأحرف والهي.
عودة المعرض إلى الانتظام هدف كبير عمل عليه المنظمون، لا طموح اليوم باستعادة مئات دور النشر المشاركة في الدورات السابقة. الظرف الأمني وارتفاع تكلفة النقل إلى دمشق أديا دورا في انخفاض عدد المشاركين، لكن الرسالة الأهم تتمثل بعودة المعرض إلى واجهة الفعاليات الثقافية. نقول لهم الآن بأننا لا يمكن إزالتنا عن خريطة الحياة ولا عن خريطة الحضارة، وهذا هو هذه هي رسالتنا وهذا هو ما نريد أن نقوله، بالإضافة إلى أننا بعودتنا هذه سنقول أننا انتصرنا وحققنا الانتصار على الذين أرادوا نشر فكرهم الظلامي التخريبي. انتقل المعرض إلى مكتبة الأسد في وسط دمشق لسهولة الوصول إليها، وترافقه ندوات فكرية وعروض سينمائية وحفلات توقيع كتب. عودة الاحتفالية بالكتاب العربي بعد 5 سنوات من الانقطاع تحمل رمزية التحدي بإعلاء شأن الثقافة كفعل حياة ووجود بالرغم من مظاهر الحروب والدمار المحدقة بالسوريين. محمد الخضر، دمشق، الميادين. حركة في باكستان تطلق على نفسها اسم روبن هود تسعى للتصدي للفقر والجوع. الحركة أطلقت حملة تجمع من خلالها الطعام وتوزعها على الأحياء الفقيرة ودور الأيتام. حركة روبن هود اسم أطلقه عدد من الناشطين الباكستانيين لالتقاط فوائد المأكولات في المطاعم لتوزيعها على المحتاجين في الأحياء الفقيرة ودور الأيتام في كاراتشي بدلا من رميها. الحملة تأتي في إطار مكافحة الهدر الغذائي والجوع في البلد، ولا سيما بعد الإحصاء الأخير الذي صنف واحدا من كل 3 أشخاص في باكستان في حالة انعدام الأمن الغذائي. علي أحمد وهو مهندس يعتبر واحدا من أكثر المتطوعين نشاطا في حركة روبن هود، يشرح آلية عملهم وطرق توزيع الطعام. حركتنا هي لمحاربة الهدر الغذائي، ونحن نطلب من المطاعم أن توزع ما لديها من فائض في المواد الغذائية لتوزيعها على الفقراء. لدينا قائمة تضم عشرات المطاعم التي تقدم لنا الطعام، وكل يوم نحدد مواقع توزيع الحصص وأماكنها. تقارير غذائية عديدة تشير إلى أن 40% من الطعام المطبوخ في البلاد يذهب سدى، وعبر الناشطون عن متعتهم عندما يرون الأطفال يحصلون على البسكويت والكعك والساندويشات. أعتقد أن هذه الحصص ستساعد بتحسين نوعية التغذية ولا سيما للأطفال. عندما يأتي جيش روبن هود نتناول وجبة دسمة والأطفال يذهبون إلى الفراش سعداء وبطونهم مليئة. يطمح ناشطو حملة روبن هود إلى توسيع نشاطاتهم ورقعة الإفادة منها لتشمل مساحة أكبر من الأحياء الفقيرة التي يزورونها بانتظام. يذكر أن هذه المنظمة انطلقت في الهند عام 2014 وتوسعت لتشمل 7 دول حتى الآن. انطلقت في الساحة الحمراء وسط موسكو فعاليات مهرجان سباسكايا باشنية لموسيقى الفرق العسكرية بمشاركة أكثر من 1200 شخص من مختلف أنحاء العالم. فاطمة روماني. مع كل صيف روسي تنساب هذه الموسيقى وسط الساحة الحمراء ضمن فعاليات مهرجان سباسايكا باشنيا للموسيقى العسكرية. عاما بعد عام تزداد شهرة هذا المهرجان الذي بات يستقطب آلاف المشاهدين بعروضه المثيرة والموسيقى الرائعة، وهذا العام وصل عدد المشاركين فيه إلى أكثر من 1200 شخص من موسيقيين عسكريين وحرس الشرف وقيادات أوركسترية عسكرية من كل أنحاء العالم. في كل عام يكون المهرجان مدهشا لأن الحضور في تزايد مستمر والأداء مثير للدهشة والمسرح رائع. لا تقتصر متابعة المهرجان عبر الحضور هنا، بل إن أكثر من 100 مليون مشاهد في العالم يتابعونه مباشرة عبر شاشات التلفزة ومواقع الإنترنت. ويشهد الافتتاح عروضا موسيقية لفرق عسكرية من مختلف بقاع الأرض، فيما يقدم الفوج الرئاسي ومدرسة الكرملين الروسية للتدريب على رياضة ركوب الخيل عرضا للخيالة بمشاركة فرسان عالميين، إلى جانب عروض الضوء والليزر والحركات البهلوانية. وتسير الفرق الموسيقية من دول مختلفة كأيرلندا والصين وباكستان والمكسيك وبيلاروسيا وغيرها في المهرجان، وتكرس هذه الدورة للذكرى 70 للنصر على النازية الألمانية، حيث ستعزف أشهر الألحان لأغنيات من أيام الحرب.
وتعد روسيا أشهر من يؤدي الموسيقى العسكرية في العالم، وأكثرها اتقانا والتزاما في العروض الموسيقية العسكرية التي استلهمت منها معظم الفرق العسكرية الموسيقية في مختلف البلدان أسس تلك الموسيقى وتقاليدها العسكرية. الآن إلى الوقفة الرياضية في ظهيرة اليوم مع زميلة أماني مهنا. مرحبا بك أماني. مساء الخير. 350 مباراة شارك بها ميسي مع برشلونة، رقم كبير. صحيح رامي، وهذا العدد في الليغا فقط. صحيح. وكذلك أصبح اللاعب رقم 5 أكثر لاعب يشارك مع برشلونة في هذا العدد من المباريات. كل تفاصيل في هذا الموجز وغيره من الأخبار أكيد. تفضلي. أهلا بكم. نكهة خاصة لميسي تكتسيها بل تكتسبها مباراة برشلونة ومضيفه أتلتيك بلباو. من المرتقب أن يخوض النجم الأرجنتيني مباراته 50 بعد 300 بقميص البلاوغرانا في الليغا. صحيفة سبورت الكتالونية ذكرت أن ميسي سيكون خامس أكثر لاعب يشارك مع البرشا بعد تشافي وبويول وميغيلي وفيكتور فالديز. وفيما خص بلباو بالذات، سبق لليونيل تسجيل 19 هدفا في شباكه وصنع 9 أهداف خلال 27 مباراة أمامه. راشفورد ينقذ مانشستر يونايتد أمام هال سيتي بهدف قاتل. الإصرار والعزيمة عنوان أداء الشياطين الحمر في الجولة الثالثة من البريمير ليج بحسب المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو. ومانيو يشارك بل يتشارك الصدارة مع تشيلسي بالتسع نقاط. مشاركة راشفورد فتحت الخيارات أمامنا، نستحق الفوز وهال سيتي لعب بصورة ممتازة. راشفورد أنقذنا في المباراتين الأخيرتين، إنه مختلف عن روني وزلاتان. أنا سعيد بالتشكيلة كلها. بشكل عام أنا راض عن انتصارات الشهر الأول، 9 نقاط ودرع خيرية، هذه أفضل بداية. حافظ فاينورد الهولندي على سجله الكامل من الانتصارات في الدوري. الفوز الرابع هذا الموسم جاء بأربعة أهداف لواحد أمام ضيفه إكسلسيور. ستانلي ألبيرس افتتح التسجيل للزوار، فانتفض ديرك كويت ومنح التقدم لفاينورد بهدفيه. فاينورد عزز تقدمه بهدفي ستيفن بيرغس وجينس تورينسترا. فاينورد حقق العلامة 12 كاملة في الصدارة أمام أيندهوفن وأدو دنهاخ. بثلاثة أهداف لواحد عوض بنفيكا البرتغالي تعثره الأسبوع الماضي وفاز على ناسيونال في ثاني جولات الدوري المحلي الممتاز. بنفيكا استفاق من تعادله المخيب أمام ضيفه فيتوريا سيتوبال، وافتتح التسجيل عن طريق بل افتتح التسجيل عن طريق علي غزال بخطأ في مرمى فريقه. ناسيونال عدل النتيجة بواسطة توبياس فيغوريدو، واسترد بنفيكا بسرعة زمام الأمور وتقدم له البيروفي أندريك كاريلو وراول خيمينيس. الفوز حسم الصدارة لبنفيكا أمام سبورتينغ براغا. بدوره سحق زينت سان بيترسبيرغ ضيفه أمكار بثلاثية ضمن منافسات الدوري الروسي. سجل لاعب الوسط البرازيلي جوليانو هدفي الشوط الأول، وأضاف دومينيكو كريسكيتو الثالث قبل دقيقتين من صفيرات النهاية. الفوز ارتقى بزينت إلى المركز الثالث برصيد 9 نقاط. إلى دوري MLS الأمريكي، حيث قلب دالاس تأخره بهدف أمام هيوستن دينامو إلى فوز 3. الفريق الزائر وجد نفسه متأخرا بهدف ديليما حتى انتصاف وقت المباراة. الشوط الثاني شهد انتفاضة لدالاس، حيث افتتح ثلاثيته ماورو دياز من علامة الجزاء وأتبعه باريوس بهدفين. دالاس عزز صدارته للمجموعة الغربية مع 48 نقطة، فيما مني متذيل المجموعة بخسارة جديدة جمدت رصيده عند 25 نقطة. من دون خسارة أي مجموعة أحرزت أنياسكا رادفانسكا لقب بطولة كونكتيكت المفتوحة للتنس. البولندية فازت في النهائي على يلينا سفيتولينا بمجموعتين نظيفتين. رادفانسكا التي لم يسبق لها اجتياز ربع نهائي البطولة رفعت عدد ألقابها إلى 19. المصنفة أولى في البطولة أحرزت 130 ألف دولار بفوزها على الأوكرانية الشابة، وباتت أول متصدرة ترتيب في البطولة تحرز لقبها منذ 5 أعوام مع كارولين فوزينياكي. بدوره حقق بابلو كارينو بوستا لقبه الأول في بطولات المحترفين. الإسباني فاز بلقب بطولة وينستون سالم المفتوحة بتغلبه على مواطنه روبرتو باوتيستا أغوت. بوستا عوض تأخره بمجموعة إلى فوز صعب ب2 بواقع 6-7 و7-6 و6-4.
بعد ذهبية أولمبياد ريو، العداءة البحرينية تورث جبت تحطم الرقم العالمي في سباق 3000 متر حواجز في ملتقى باريس ضمن الدوري الماسي. العداءة الكينية الأصل اجتازت السباق في 8:52 و7 أجزاء من الثانية لتجتاز بفارق 6 ثوان الرقم المسجل باسم الروسية جونارا جالكينا في نهائي أولمبياد بكين 2008. جبت وصلت خط النهاية أمام بطلة العالم الكينية هيفن جيب كيموي والأمريكية إيما كوبرن ليتكرر مشهد منصة تتويج نفسه في ريو. استقبال الأبطال لقيه بطلات تايكواندو العاجيان المتواجان بالميداليات الأولمبية في ريو دي جانيرو. الثنائي شيخ سلاح سيسي وروث ماري كريستاليك باغبي شهدا ترحيبا رسميا وشعبيا كبيرا. غصت الشوارع بالمحتشدين بهما قبل الوصول إلى منصة الاحتفال الرسمي، وكان سيسي فاز بذهبيات تايكواندو لوزن 80 كيلوغراما، بينما حصدت كريستالي برونزية وزن 57 كيلوغراما. مع هذا الخبر نختم الموجز الرياضي وعودة إليك راميا. شكرا لك يا أماني. هذا كل ما لدينا في الظهيرة، نذكركم بعناوينها. الخارجية العراقية تطلب من الرياض استبدال سفيرها الحالي في بغداد وتتهمه بإطلاق تصريحات تثير الفتنة والانقسام. عشرات القتلى والجرحى في قصف الطائرات والدبابات التركية مناطق في شمال منبج بريف حلب في سوريا. قوات حكومة الوفاق الليبية تعلن انطلاق المرحلة الأخيرة من استعادة سرت وتدخل المعقلين الأخيرين لداعش. ترامب يتعهد بترحيل المهاجرين غير الشرعيين في حال وصوله إلى البيت الأبيض. كان في الظهيرة مهرجان عالمي لفرق الموسيقى العسكرية في موسكو. دائما للمزيد من الأخبار والتقارير إضافة إلى متابعة البث الحي للميادين، تفضلوا بزيارة موقع الميادين على الإنترنت الميادين.net، إضافة إلى موقعنا باللغة الإسبانية وصفحات الميادين على مواقع التواصل الاجتماعي. كذلك لدينا المزيد من الأخبار على رأس الساعة. إلى اللقاء.